كاريزما كابتن ابراهيم نور الدين بيتضايق زملائه في التحكيم او عملت له مشاكل؟ ايوه بس دي يعني انا ما بسعش ان انا اضايق حد من زمايلي، بالعكس انا بحب زمايلي. انت حاسس ان في احيانا وقت من الاوقات كانت الناس باصه ان لا كابتن ابراهيم نور الدين بقول لك اللي بيتقال بالبلدي كده بيمثل اكتر ما بيحكي؟ هات لي حاله انا عملت فيها كده، هات لي حاله انا اتجهت ان انا اعمل تمثيل او شو ولا ده كلام. برضو كلام مغرض وكلام بعض الناس اللي مش لاقيه حاجه تتكلم فيها فنيا او اداريا. فخلاص انت عملت ماتش كويس زي ما اتفقنا كده في ماتش الاهلي والزمالك، بعد ماتش الاهلي والزمالك ده ازاي يقول كده على الاهلي والزمالك؟ انا قلت يا جماعه المباراه درجه صعوبتها مش زي درجه صعوبه مباراه نهائيه. في كلتا الاحوال ده اهلي وزمالك، بس اهلي وزمالك لما بيلعبوا على كاس بتبقى مباراه ناريه. الدور الاولاني في الدوري مباراه ليها تعويض، وتصديقا لكلامي الزمالك كسب الاهلي، مين اللي خد الدوري؟ الاهلي. يعني في تعويض ولا مفيش تعويض؟ لكن مباراه الفاينل بتبقى مباريات مؤثره جدا فوق ما تتخيل.